رئيس الوزراء يبدأ زيارة للمنيا يتفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية. مباحث الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على الأموال. طقس اليوم مائل للحرارة، رطب بالوجه البحري، حار على شمال الصعيد. بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيارة لمحافظة المنيا، يرافقه خلالها وزراء الصحة والسكان والنقل والمواصلات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعية، ويتفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة. وتشمل الزيارة تفقد كورنيش النيل بمدينة المنيا وشارع مصر، والذي يشمل طرح مشروعات للخريجين ومدرسة الشهيد محمد حبشي الثانوية بنات، ومجمع التأمين الصحي بأرض سلطان، واستاد المنيا، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين، والمتحف الأتوني شرق النيل بمدينة المنيا. كما يتفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة أيضا التجهيزات النهائية لمستشفى صملوط العام، التي تم تحويلها إلى مستشفى نموذجي ضمن 29 مستشفى على مستوى الجمهورية. تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد. المزيد في سياق التقرير التالي. ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك والشركات السياحية، فضلا عن تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجامعات والمعاهد الأجنبية، وتم ضبط معدات وأدوات التزوير ومبالغ مالية. تمكنت قوات الأمن من ضبط أكثر من 124 ألف نسخة من الكتب المنسوخة والمقلدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الأزبكية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها، فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملاتها لضبط تلك الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط مرتكبيها، حيث استهدفت مخزن تابع لإحدى شركات المطبوعات بالأزبكية بالقاهرة بعد معلومات أفادت قيامها بطبع بعض الكتب دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ونجحت في ضبط ما يقارب 125 ألف كتاب تعليمي خارجي لمراحل التعليم الأساسي المختلفة. يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.